بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة يا جماعة إن شاء الله عن حاجة اسمها السيدو إليمنتس أو العناصر المزيفة. الاسم اللي انتوا شايفينه ده احنا بنشوفه كتير جدا، وفي ناس مش عارفة يعني ايه عناصر مزيفة. معنى كلمة عناصر مزيفة يعني عناصر فعليا ملهاش وجود في الصفحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي مثلا باراجراف بالشكل ده، وفي نص زي اللوريم ابسوم ده، الباراجراف ده العنصر اللي اسمه بي ده عبارة عن عنصر موجود في الصفحة حقيقي أنا كاتبه موجود. العنصر المزيف هو اللي احنا هنستخدمه دلوقتي، اللي هو ملوش وجود في الصفحة بس تقدر تحطه انت بالسي اس اس. هنشوف ازاي الكلام ده حالا. ده عبارة عن باراجراف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنعمل له بس انسبكت ونشوف ده الباراجراف بتاعي اهو، ونبدأ نشوف انواع السيدو اليمنتس. احنا عندنا 5 انواع عناصر مزيفة في CSS. أول حاجة عندي اللي هو الـ first letter، أول حرف من العنصر بتاعك، أول حرف. يعني أنا عندي هنا زي ما أنتم شايفين لوريم إبسوم دولار ست أميت، أول حرف عندي اللي هو حرف الـ L ده، ده أول حرف عندي. الحرف ده أنا أقدر أختاره كعنصر مزيف ملوش وجود أصلا في الصفحة، بس أقدر أختاره كعنصر وأتحكم فيه وأنسقه وأعمل فيه كل اللي أنا عايزه. طيب إزاي الكلام ده؟ تعالوا نروح على ملف الستايل وهقول له بي، بعدين بعمل كولون 1 كولون او 2 كولون. طبعا هنتكلم عن الفرق بين ال1 وال2 باذن الله في درس خاص، لان فيهم نقاش كتير جدا. طيب first dash letter، first letter من الباراجراف بتاعي هعمل فيه بقى انا التنسيقات اللي انا عايزها. هقول له color مثلا F00، هخلي اللون بتاع اول حرف في الباراجراف احمر، وفونت ويت مثلا بولد، واعمل فيه بقى كل اللي انا محتاجه على حسب المطلوب. شايفين حرف ال ال يا جماعه؟ طيب حد يجي يقول لي ال ال ده اتلون ازاي وهو اصلا مش موجود في الصفحه؟ هو ده بقى معنى كلمه سيدو اليمنت، ان هو عنصر مزيف اصلا ملوش وجود في الصفحه، بس عن طريق السي اس اس قدرت انسقه. لكن انا فعليا لو ده عنصر حقيقي كنت انا عملت ايه؟ كنت جيت هنا وقلت له بالشكل ده span ال سلاش span عشان انسقه. لو انا مثلا ما عنديش نظام العناصر المزيفه اللي هي دي، انا دلوقتي هنا جبت ال ال في span لوحده فخليته عنصر منفصل بذاته، وابدا اعمل فيه التنسيقات اللي انا عايزها. هاجي هنا اقول له بي span، السبان اللي جوه البي خلي لي لونها احمر والفونت ويت بولد، واقول له ريلود. عفوا يا جماعه انا ما قفلتش السبان سلاش span بالشكل كده بالظبط. نسقت حرف ال ال، بس ايه الفرق بين ال ال اللي انا نسقتها دلوقتي وال ال اللي انا نسقتها من شويه؟ ان ده عنصر حقيقي موجود في الصفحه فعلا اللي هو سبان. العنصر اللي من شويه ده اسمه عنصر مزيف ملوش وجود، عشان كده سموه السيدو اليمنت. كده عرفنا الفكره وفهمنا الفرق بين العنصر اللي هو انا فعلا حطيته في الصفحه والعنصر اللي ملوش وجود. طيب عندي حاجه تاني اسمها فيرست لاين، هقول له بي فيرست داش لاين، اول لاين او اول سطر في الباراجراف هعمل فيه ايه؟ هقول له مثلا الكلر بدل ريد المره دي هخليه مثلا اخضر، وبرده نفس الموضوع هقول له فونت ويت بول عشان اتحكم فيه، واقول له ريلود. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل انه نسق لي اول سطر في الباراجراف بتاعي بس. طب تعالوا كده نيجي عند الباراجراف ده ونديله ويتس كده صغير بحيث اشوف اول لاين هو بيتعامل معاه ازاي، او بيجيب اول لاين بناء على ايه. هقول له مثلا ويتس 400 بيكسل او 300 بيكسل، نصغر الباراجراف جدا ونشوف. شايفين يا جماعه اول لاين عنده بينسقهولك باللون الاخضر، واول ليتر عنده اللي هو ده بينسقهولك باللون الاحمر على حسب اللي انا اديته له. طب نروح على الباراجراف كده، هل في عنصر هنا في اول لاين انا عملته؟ مفيش، عشان كده اسمه عنصر مزيف ملوش وجود. لكن بالسي اس اس قدرت اقول له ان اول لاين منك لونهولي بلون معين. ودي فكره يا جماعه العناصر المزيفه، ودي قد ايه مهمه جدا جدا، ممكن تعمل بيها شغل محترم جدا كان اصلا في الاساس بيتعمل بالبرمجه، لكن السي اس اس قدمته لك بشكل بسيط وجميل جدا. طيب عندنا اهم عنصرين في السيدو اليمنتس، اهم عنصرين اللي كل الناس بتشتغل بيهم وبتعمل بيهم ابداعات قويه جدا، وهما البيفور والافتر. البيفور والافتر بيحطوا لك كونتنت معين قبل الاليمنت او بعده. يعني انا عايز احط قبل الباراجراف حاجه معينه او بعده حاجه معينه، بستعمل البيفور والافتر.
ومع الوقت ومع الزمن ومع ابداع المصممين والناس المحترفين بداوا يستعملوا البيفور والافتر في ان هم يعملوا حاجات جميله جدا، لدرجه ان بقوا بيرسموا بيه وبيعملوا بيه شغل جامد جدا، وعملوا حاجات اكتر من الناس اللي اخترعوا البيفور والافتر كانوا متخيلينها كمان. طيب لو جيت قلت له بي بيفور، يعني ايه بيفور؟ يعني اي باراجراف عندي في الصفحه قبله هحط حاجه معينه. البيفور مرتبطه بحاجه اسمها كونتنت. ايه هي الكونتنت اللي انت هتحطها؟ الكونتنت ده انا هتكلم عنه في درس كامل، لان بيتحط جواه كميه حاجات لا انت تتخيلها. فاحنا هنحط بس حاجه واحده دلوقتي تفهمنا فكره العناصر المزيفه. هقول له كونتنت كلمه هالو فروم سيدو element. عايز اقول له كلمه هالو دي جايه من عنصر مزيف اصلا مش موجوده في الباراجراف، واروح اقول له سيف واشوف الباراجراف بتاعي. زي ما انتم شايفين كتب لي هالو فروم سيدو element، ولاحظوا معايا انه خلى لي اول لاين لونه اخضر برضو عشان هو يعتبر مازال جوه الباراجراف. بس هنا في حاجه زادت، شايفين يا جماعه البيفور ده، البيفور شايفين واقف لحد فين؟ لحد كلمه element. البيفور ده هو العنصر المزيف بتاعنا اللي ملوش وجود اصلا. انا قلت له قبل الباراجراف حط الجمله دي. كل باراجراف عندك هتعمله في الصفحه مهما كان عدد الباراجرافات او العناصر طبعا هيحط لك قبلها الكلام اللي انت شايفه دلوقتي ده. ادي باراجراف وادي واحد ثالث وادي واحد رابع، اي باراجراف عندك هيحط لك قبليه الكلمه دي زي ما انتم شايفين هالو فروم سيدو element كله. طيب البيفور دي مش مجرد كونتنت بس، انت ممكن تعمل بيها شغل جميل جدا، وعملنا كذا درس في بلاي ليست الويب ديزاين عن الشغل ده وممكن تعمل ايه بالبيفور والافتر. ممكن تحط كونتنت زي كده، ممكن تحط شكل، ممكن تحط حاجه معينه تعرف الشخص ان هنا في مثلا رقم، ممكن تحط عداد، ممكن تحط حاجات كتير جدا. طيب انا هجرب هنا، بدل ما انا اعمل كلام زي ده هحط مثلا الكونتنت فاضي واعمل شكل قبل الباراجراف. على سبيل المثال هقول الكونتنت فاضي ما فيهوش حاجه، بس البي 4 ده اللي عايز اوصله لك ان هو اصلا عنصر دلوقتي مزيف، اه بس عنصر، يعني اقدر اتحكم فيه واعمل له ويتس وهايت والكلام ده كله. اول حاجه هديله خواص البلوك، هقول له ديسبلاي بلوك، وهقول له مثلا الويتس 50 بكسل والهايت 50 بكسل مثلا، وهقول له الباك جراوند كلر خليه مثلا لون زي اللون الازرق، والكلر او مفيش كلر ده عباره عن شكل مربع. شايفين حطه لي فين؟ قبل الباراجراف. طبعا يا جماعه المربع اللي انت شايفه ده هو اول لاين في الباراجراف، بالتالي شال الفيرست ليتر والفيرست لاين لانه اول لاين هو المربع ده، وبدا من بعده يلون زي ما انت شايف من غير اي مشكله. طيب البيفور زيه زي الافتر، بس الفرق انه بيحط المحتوى بعده، يعني البيفور بيحط قبل، الافتر بيحط بعد. هقول له ريلود، زي ما انتم شايفين حط لي المربع بعد الباراجراف مش قبله، ده الترتيب المنطقي على حسب انت عايز تعمل ايه. طيب ممكن نعمل ايه بالافتر ده مثلا؟ على سبيل المثال ممكن يكون لينك، يعني ممكن يكون مثلا كلمه ريد مور، ممكن يكون اي حاجه في الدنيا، يعني ممكن اقول له هنا في الكونتنت كلمه ريد مور مثلا. انا بدي لك مثال لكن هي طبعا ليها استخدامات كتير جدا، وهشيل الكلام ده كله، هي بس كلمه واحده تتكتب له هنا اهي بعد الباراجراف شايفين. وممكن اخليها طبعا بلوك زي ما هي، وممكن اديها لون مثلا لون اخضر بالشكل ده اهي. بعد كل باراجراف هيجيب له كلمه ريد مور اللي هي دي. طبعا تقدر انت تعمل حاجه، تقدر تعمل حاجات جميله جدا بالبيفور والافتر فوق ما تتخيل. زي ايه مثلا؟ هنعمل مثال بسيط عن حاجه من الحاجات الجميله اللي ممكن انت تعملها بالبيفور والافتر، واتكلمنا عنها طبعا في بلاي ليست الويب ديزاين، لكن هنعملها برضو هنا ان شاء الله. هنعمل يو ال وجواها ليست ايتم، هكتب مثلا 1 بالشكل ده. انا عندي مثلا 4 1 و2 و3 و4، دي عباره عن ليست غير مرتبة ان اوردرد ليست اهي. وهاجي انا عايز اغير الليست دي، شايفين ليست الدايرة دي؟ طبعا اللغة محكماك بحاجات معينة ما تقدرش تطلع منها، اللي هي البوليتس الخاصة بالان اوردرد ليست، انت ما تقدرش تطلع براها في الوضع الطبيعي. يجي دور البيفور والافتر عشان يخليك تبدع. ازاي تبدع؟ اول حاجة هاجي انا هنا في اليو ال وهقول له ليست ستايل نم،
اول حاجه، هلغي البوليتس الموجوده في المتصفح على سبيل المثال بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لغيت البوليتس خلاص مش موجوده، هبدا احط بقى الكاستم بوليتس بتاعتي انا اللي انا عايز اعمل فيها بقى اي شكل معين. هقول له بقى يو ال ال اي بي 4. بي 4 يعني قبل اي ليست ايتم، اي ليست ايتم جوه الان اوردر ليست بتاعتي هحط قبليها حاجه معينه. ايه هي الحاجه دي؟ الكونتنت هيكون فاضي. طب تيجوا قبل ما يكون فاضي نحط فيه كده كلمه نشوف تيست. هقول له تيست فروم سيدو اليمنت عشان بس تشوفوا الفكره عامله ازاي، وبعدين اقول له ريلود. كل ليست ايتم عندك هيحط قبلها كلمه تيست فروم سيدو اليمنت زي ما انت شايف كده، وطبعا نون سيلكتبل ما تقدرش تختارها. ليه؟ لان هي اصلا مش موجوده في الصفحه، شايفين العنصر ده مش موجود. جايب لك البيفور اهو عشان تعرف ايه اللي موجود فيه بالظبط. طيب هروح انا بقى بدل الكونتنت دي اخليها فاضيه بالشكل ده، وهقول له بعديها display block او inline block زي ما تحب، وبعدين هقول له width مثلا نخلي width صغير كده 20 بكسل، وهايت 20 بكسل، وباكجراوند color مثلا لون اخضر، وبعدين border radius 50% عشان اخليها مثلا دايره بالشكل ده. وتعالوا نبص كده على شكلها. تمام، جت طبعا بلوك عشان هي بلوك نزلت الليست ايتم تحت، فنيجي نتحكم فيها ونخليها مثلا ان لاين بلوك عشان تيجي معاها على نفس المسار. ادي البيفور اقول له ديسبلاي ان لاين بلوك، طبعا ممكن تعملها بالبوزيشن، ممكن تعمل شغل عالي جدا زي ما تحب. ال 20 اخليها 15 والهايت اخليه 15. ادي الدايره بتاعتنا، واقول له مثلا مارجن داش توب 2 بي اكس، تزود زي ما تحب مثلا 10. مارجن رايت برضو 10 بكسل، وممكن استعمل البوزيشن لو انا مش حابب اني استعمل المارجن عشان خاطر اخليها على نفس مستوى كلمة 1 و 2 و 3. اقول له مثلا بوزيشن ريلاتيف، وبعدين مثلا توب سالب 10 بكسل او 10 بكسل عفوا. يعني شايفين تقدر تعمل طبعا اللي انت عايزه 2 بكسل عشان يجوا على نفس المسار، تقدر تصغر، تقدر تعمل كل حاجه عشان توصل ان انت تعمل بوليتس خاصه بيك. طبعا يا جماعه الدايره دي شكل بسيط فوق ما تتخيل. ممكن طبعا الدايره دي تكون مثلث، ممكن تكون شكل معين انت عايز تعمله سهم، ممكن تكون اي حاجه في الدنيا. الحاجه دي ما بتقدمها لكش الليست ايتم العاديه، يعني الان اوردر ليست العاديه محدوده ببوليتس معينه، فانت بالبيفور والافتر قدرت ان انت تعمل حاجات زياده مش موجوده، ترسم بقى وتعمل شغل جميل جدا وتخلي اللون ده مختلف عن لون الكلام العادي. يعني ده مثلا دلوقتي عباره عن دايره، لو شلنا مثلا البوردر راديوس هيبقى مربع زي كده، لو استعملنا النظام البوردر وعملنا مثلث نقدر نعمل كل حاجه احنا عايزينها، تصغر تكبر، في النهايه ملوش علاقه بالليست ايتم العاديه لان ده عنصر منفصل، عنصر مزيف لكنه منفصل، يعني البيهيفير بتاعه او السلوك بتاعه خاص بالتنسيقات اللي انت بتحطها له بس، ملوش علاقه بالليست بتاعتك ابدا. وكده احنا عرفنا فكره يعني ايه عنصر مزيف وليه سموه سيدو اليمنت، ليه هو اصلا مزيف، وعرفنا ممكن نعمل بيه ايه. وعلشان تتاكد انت ممكن تعمل ايه بالكلام ده كله هوريكم مثال بسيط جدا قبل ما نقفل الدرس. كل اللي عليك تكتب في جوجل بي 4 افتر سي اس اس كود بن، موقع كود بن عشان يجيب لك الحاجه الموجوده في الكود بن والتاج بتاعها اسمه بي 4 او افتر عشان تشوف. دي حاجة من الحاجات البسيطة والظريفة جدا، حاطط في الهيدنج قبله وبعده الشكل اللي انت شايفه ده، مخلي الهيدنج شكله جميل جدا ومن غير ما تضطر ان انت تحط عنصر قبل الهيدنج ولا بعد الهيدنج. لاحظوا معايا ال H1 ما فيهوش قبليه حاجة ولا بعديه حاجة، عبارة عن H1 بس، ده العنصر النورمال إليمنت الموجود في الدوم عندنا، ده العنصر اللي في الدوكيمنت، مفيش عناصر تاني. اللي قبله واللي بعده دول عناصر مزيفة اللي هي السيدو إليمنتس. نفس القصة في اللي بعدها زي ما انتم شايفين بتعمل بيه ايه تاني، الأسهم اللي هي السبيتش دي اللي تقدر تعمل الفقاعة اللي بيكون فيها كومنت بالشكل ده فوق تحت يمين شمال. هتلاحظوا برضو ان الديف زي ما هو اهو مفيش عنصر بيعمل السهم ده، ده السيدو إليمنت اللي هو البابل دي افتر وبيفور زي ما انتم شايفين. نشوف مثال تاني، ده عبارة عن سهم عادي مفيهوش أي حاجة بس معمول برضو ممكن بنفس الفكرة. هنا نفس الموضوع، هنلاقي بيفور والافتر في كل مكان زي ما انتم شايفين، ممكن تعمل بيهم ايه زي ما انتم شايفين، رقم بيتعمل برضو بالبيفور والافتر، كل حاجة ممكن تتخيلها معمول. ده ريبون شكله جميل جدا، لو تلاحظوا ديف جواه H2
ده الديف جواه ال H2 اللي هي هلو دي. فين العنصر ده وفين العنصر اللي على اليمين ده؟ ده هو السيدو إليمنت اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، تكون فهمنا يعني ايه عناصر وهمية، واسيبكم تبدعوا وتعملوا بيها شغل كويس جدا. ما تنساش بلاي ليست الويب ديزاين فيها 3 دروس ليهم عبارة عن امثلة وتطبيقات على البيفور والافتر، هتعمل بيهم اشكال جميلة جدا، وفي كتير على الانترنت عشان تكمل يعني موهبتك وتقدر تبدع بيهم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد وشكرا.